أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. جاء في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت في اجتماع مجلس الأمن الدولي لما يجري في العراق مديحا لحكومة عبد المهدي، ذاكرة الصراع السياسي الداخلي في العراق حاليا رغم مرور سنة كاملة على الانتخابات العامة وعدم اكتمال الحكومة، ملقية بذلك بالمسؤولية على الشعب العراقي. وذكرت أن هناك فسادا حكوميا يشوه صورة الدولة وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي، وأيضا تحدثت عن مشكلة النازحين وكذلك العديد من المشاكل التي تواجه الحكومة، حكومة عبد المهدي التي قالت إنها تكافح من أجل التغيير. لتسليط الضوء على هذه الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت في اجتماع مجلس الأمن، أرحب بضيوفي الكرام الدكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، وأرحب أيضا بالدكتور فاروق الفتيان السفير العراقي الأسبق في اليونان، وبالأستاذ ضياء الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. لم يعد خافيا على كل ذي عينين ما آلت إليه الأوضاع في العراق من تدهور في منظومته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. هذا التدهور الذي أصاب جميع مفاصل الدولة جاء نتيجة الفساد المستشري للحكومات المتعاقبة على حكم العراق وباعتراف الطبقة السياسية الحاكمة. الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت، وبعد زيارتها إلى بغداد قدمت إحاطة في اجتماع مجلس الأمن الدولي لما يجري في العراق. بلاشارت بعد استهلالها في عرض تقريرها أكدت أنه يتوجب علينا أن نقر بأن الصراع السياسي الداخلي الجاري حاليا يمثل عقبة مكلفة، فبعد مرور عام كامل على الانتخابات العامة ما يزال تعيين أسماء وزراء لشغل حقائب وزارية مهمة وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، فلم تبدي الأحزاب السياسية حتى الآن أنها مستعدة لتقديم تنازلات. وشارت بلاشارت إلى مشاكل عميقة الجذور غالبا ما تقف عائقا أمام إعادة الإعمار والتنمية والأمن، يعود الكثير منها إلى مظالم واختلافات طويلة الأمد بين المكونات وبين الكيانات السياسية وبين الحكومة، وقد أضحى كل ذلك مترسخا بشكل شبكات سلطة مخفية وخاصة تعمل باستقلالية وتسعى لتحقيق أهداف ومقاصد ضيقة. وتطرقت أيضا إلى آفة الفساد المستشرية على كافة المستويات والتي تستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة، بينما تذهب تلك الأموال إلى جيوب خاصة بحسب هينس بلاشارت. وفي إشارة إلى الميليشيات المنتشرة في العراق عرجت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن هناك هاجسا أمنيا بارزا يتمثل في الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية أو إجرامية وتمارس تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا في جميع أنحاء البلاد وتمنع العودة السلمية للنازحين الذين ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة. ومع كل تلك المعطيات التي تشير إلى الفساد المتجذر وهشاشة الأمن وانهيار البنية التحتية، فإن ثمة تساؤلات عما يراد لهذا البلد وعن الصمت الدولي لما يجري في العراق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة التي فيها إقرار أممي بفساد العملية السياسية والحكومات المتلاحقة بعد احتلال العراق عام 2003 وكذلك فشلها في العراق. أرحب بك مرة أخرى دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي. هذه الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت في اجتماع مجلس الأمن الدولي وصفت وانتقلت الوضع أو وصفت الحالة في العراق وانتقلت أيضا الصراع السياسي الداخلي فيه رغم مرور سنة كاملة على الانتخابات العامة، وذكرت العديد من النقاط منها الفساد المستشري وكذلك عدم معالجة أزمة النازحين وهي أبرز النقاط التي ذكرتها والكثير من النقاط المهمة. كيف تابعتم ما جاء في هذه الإحاطة؟ نعم، بداية تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمتابعي الرافدين. حينما نتابع يعني عمل الأمم المتحدة في العراق منذ عام 2003، بدأ عمل الأمم المتحدة طبعا في عام 2003 في 14 آب 2003
وفق القرار 1500، ثم بعد ذلك ازداد العمل الأممي واتضح أكثر بعد تفجير مقر الأمم المتحدة، ظهر بصورة أبرز في عام 2007 وبالذات مع القرار 1770. القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن لا يمثل أي شيء جديد، كل ما موجود أن ممثلي الأمم المتحدة في العراق أصبحوا عبارة عن صحفيين ناقلين للخبر، ولا كأنهم لديهم مهمة إنسانية ممكن أن تعين العراقيين على تخطي المرحلة التي يعانون منها منذ عام 2003. لو تابعنا يعني قرار الأمم المتحدة منذ عام 2003، يعني حينما شكلت اليونامي، قالوا إنهم جاءوا من أجل مساعدة، يعني قالوا ساعدنا في إجراء 6 عمليات انتخابية. هذا موقع الأمم المتحدة اليونامي يقول هذا، ويقول قدمنا يعني رتبنا أو نسقنا المساعدات المالية التي تأتي للعراقيين وتوفير الدعم الاستشاري لمجلس النواب والمساعدة في الحوار السياسي القائم في العراق، وبالذات حددوا قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها ولم يذكروا أمرا آخر. لو نتابع اليوم دور الأمم المتحدة، نحن نتحدث بعد 16 عاما من الأزمة العراقية، ما هو دور الأمم المتحدة في المشهد العراقي؟ هل عملوا مثل ما يعملون في اليمن وسوريا وبقية الدول التي تعاني من هذه الأزمات؟ مؤكد أنهم لم يعملوا. اليوم ليبيا على سبيل المثال هنالك يعني تدخل واضح للأمم المتحدة من أجل ترتيب البيت الليبي، أما في العراق فلم نجد هذا الترتيب. كل ما في الأمر إن شئت وأنت من المعارضين لحكومة الأمم المتحدة، وأنا أتحدث عن معلومة ولا أتحدث عن يعني تحليل، دور الأمم المتحدة يكون بترتيب وضعك أمام الحكومة العراقية حتى تعود للمشاركة، هذا كل ما في الأمر. أما التنسيق والعمل على إحلال المشاكل في العراق وبالذات بين القوى المعارضة للعملية السياسية وبين الحكومة، فهذا الدور انتهى تماما من ملف الأمم المتحدة. حينما نتابع خطاب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نجد أنها قالت الآتي: السلطات والأنظمة العراقية تواصل الكفاح أمام مشاكل متجذرة بعمق تعيق تنفيذ الاستجابة العاجلة والقوية للاحتياجات ومنها إعادة الإعمار والأمن والتنمية. هذا كلام ممثلة الأمين العام في العراق. هي حينما قدمت هذه الورقة ألم تسأل نفسها من الذي سبب بالمشاكل المتجذرة في العراق؟ هل كانت حكومة خلال هذه 16 عاما حكومة أخرى غير الحكومة القائمة في العراق هم الذين تسببوا بهذه المشاكل؟ وبالتالي هي حينما تقول هم لم يتمكنوا من تقديم الأفضل بسبب مشاكل متجذرة منها يعني الفساد المالي، من الذي تسبب بالفساد المالي؟ أليس هم الذين تسببوا بالفساد المالي؟ وبالتالي هنا نقطة الخلل في دور الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تماما لم تشخص العلة في المشهد العراقي، لم تقل أن العملية السياسية في العراق هي أس المشكلة، وبالتالي من جاءوا للحكم بعد عام 2003 لم يفلحوا في تقديم الأفضل للعراقيين، لم يفلحوا في ضبط الدولة، لم يفلحوا في ضبط السلاح ضمن إطار الدولة، وعليه نرى نوع من المجاملة أو العبارات المنمقة في خطاب الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية، وهذه نقطة كبرى بسبب ما تحدثنا عنه في المرة الماضية، العلاقات الشخصية لممثلي الأمم المتحدة مع كافة الزعماء في الدولة العراقية، وهذا المؤشر هو الذي يقود إلى ظهور هذه التقارير المنمقة أو المليئة بالمجاملة. إذن ولكن هو ليس فقط دكتور تقرير مليء بالمجاملة بقدر ما هو فيها أيضا يعني وصف للواقع بأنه واقع مزري أيضا.
وذلك بالتعقيب على موضوع الفساد المستشري في مفاصل الدولة. هي لم تقل إلا قالت أن العقبات الموجودة أمام الحكومة العراقية هي التي منعتها، وكأن الحكومة العراقية قادرة على هذا الأمر. العقبات المتجذرة في المشهد العراقي منعتها من معالجة هذه الأمور، ومنها الأمن وغيرها، وبالتالي هي لم تنتقد الحكومة العراقية انتقادا واضحا. هناك أيضا يعني كلام لها يقول بأن عمليات الفساد المستشري في مفاصل الدولة أدى إلى سرقة المال العام وعاق عملية الإعمار والتنمية. والله أنا لم أطلع على هذا الكلام، لكن أنا اطلعت على هذا النص كما هو موجود قبل خمسة أيام. هي ذكرت أن الحكومة العراقية تكافح، ومعلوم أن كلمة الكفاح يعني أن الحكومة العراقية جادة من أجل إنهاء هذه المشاكل، وبالتالي كلمة الكفاح كلمة كبيرة فيها مدح. إذن من الذي خرب الدولة إن كانت الحكومة تكافح من أجل القضاء على هذه المشاكل؟ هذا كلام خطير، وبالتالي أرى أن الخطاب الذي قدمته ممثلة الأمم المتحدة في مجلس الأمن أعتقد أن الخطاب فيه الكثير من المغالطات، وربما فيه مجاملة واضحة لحكومة العراق. نعم، أرحب بدكتور فاروق الفتيان السفير العراقي الأسبق في اليونان. مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمساعدي قناة الرأس. حياكم الله دكتور فاروق. دكتور فاروق، كيف تابعت هذه الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت في اجتماع مجلس الأمن الدولي ووصفها للوضع الحالي في المشهد العراقي؟ أنا أعتقد أن ضيفك الكريم غطى تغطية كاملة، وكان فعلا أعطى الصورة الحقيقية لما تضمنته كلمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أو إلى في خطابها إلى مجلس الأمن. أولا في البداية قبل أن أول ما بدأت هي أخذت طابع هجومي وبدأت تطرح مسألة زيارتها إلى المقابر الجماعية مع رئيس الجمهورية. أعتقد في هذه الفقرة بالذات وتجني على ما جرى للشعب العراقي من 2003 إلى حد الآن. هي حاولت أن تنطي صورة لواقع سابق كان مريض والآن التوجه نحو الديمقراطية، صابت نحو بعض الإخفاقات، ولكن الحكومة حاولت حتى في سبيل تغطيتها لما يجري في العراق أنه الحكومة لم تستطع خلال سنة كاملة أن تحقق تكملة الوزارات الشاغرة واللي هي الدفاع والداخلية والتربية والعدل، ولكن ما أشارت إلى الفساد الإداري اللي يتمثل من أعلى هرم في السلطة وإلى أسفل السلطة. هي مثل ما ذكر ضيفك لم تشر بشكل واضح إلى الحكومة، وإنما حاولت أن تمطي صبغة يعني باعتقادي أنه حاولت أن تجمل صورة الحكومة وتجمل صورة عادل عبد المهدي ومحاولاته من خلال تركيزها. دكتور فاروق أيضا تحدثت عن موضوع أن الفساد الحكومي يشوه صورة الدولة وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي. هل هذا في نعم. إشارة إلى أن الفساد موجود، وهذا إقرار من الأمم المتحدة بوجوده؟ نعم، هو إشارة إلى أن الفساد موجود، ولكن لم تشخص أنه من يتربع على عرش الفساد هم قيادة السلطة في البلد، قيادة الأحزاب، قيادة الميليشيات، قيادة الأجهزة الأمنية. من الذي يستطيع أن يمارس الفساد في أجهزة الدولة؟ إذا كان الفساد مستشري من كما أشارت وسائل الإعلام في ديوان رئاسة الوزراء، في ديوان رئاسة الجمهورية، في مجلس الوزراء، في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في وزارة التعليم، في وزارة التربية، إذن لم تسلم أي مؤسسة حكومية في الدولة العراقية من الفساد. كان المفروض أن تكون فعلا هي منصفة للشعب العراقي وتضع النقاط على الحروف والشخص من هو الفاسد في العراق، ودور الميليشيات في عدم عودة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم أو إلى دورهم أو إلى مناطقهم السكنية. هذا لم تشر إليه بشكل صريح، وأعتقد مثل ما ذكر الضيف الكريم أنه هي ليست الأولى،
كل المندوبين باستثناء ديميلو البرازيلي الذي فجر في فترة من الفترات فجر مقر الأمم المتحدة وراح ضحية التفجير. هذا الوحيد الذي كان في تقريره منصف وشخص دور الاحتلال ودور القوات الأمريكية في عدم تعزيز الأمن وفي الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي. بعد هذا الشخص لم يأتي إلى العراق ممثل للأمم المتحدة إلا كان منحاز إلى السلطة وكان يركض وراء السلطة. وشاهدنا أكثر من مندوب يذهب لزيارة المراقد وكأنما هو أصبح هذه المراقد هي تمثل السيادة العراقية. نعم، ابقى معي دكتور فاروق لو سمحت. أرحب بالدكتور ضياء الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. دكتور ضياء مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا، أنا ليست بدكتور وإنما الشهادة اللي أحصلها اللي أحصل عليها هي ماجستير عندي. نعم أستاذ ضياء، عفوا لك أستاذ ضياء، من يتحمل قانونيا مسؤولية ما يجري في العراق؟ ألا تعتبر الأمم المتحدة صاحبة المسؤولية ربما الأعظم في ما يجري من العراق من تدهور في الاقتصاد، في الحالة الاجتماعية في العراق بسبب التقارير التي تصدر دون متابعة منها ودون تنفيذ منها ومعالجة على أرض الواقع؟ نعم، بالبداية أحب يعني أحيي الضيفيك الكريمين والضيف الدكتور فاروق اللي هو صديق عزيز علي جدا، ونتباحث في كثير من الأمور بهذا الخصوص بشأن العراق. حقيقة ما يحدث في الوقت الحاضر في العراق والأمم المتحدة، الأمم المتحدة احنا نعرف من هي الأمم المتحدة ومن هو المسؤول عنها. الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة الأول والأخير مما يحدث في العراق، لازم هذا يكون بنظرنا العام إلى ما يحدث بالعراق. ما يحدث بالعراق يقولون أن هناك ديمقراطية، نعم هناك انتخابات، هي كلها أشياء شكلية وليست جوهرية، ليس لها علاقة بالشعب العراقي. ما يدور بالوقت الحاضر ويعتبرون هو هاي الديمقراطية والحرية، لا توجد لا ديمقراطية ولا حرية، الإرهاب موجود. وكثير من الإشارات من الأمم المتحدة أو ممثلين الأمم المتحدة اليونيسف يعني ذكر في إحدى التقارير مالتها، التقرير 2019، كتب أنه عدد الأطفال الذي لم يزورون المدارس في العراق هم 2.5 مليون أمي عندنا بالوقت الحاضر من العراق. إذن هاي حالة مأساوية. الجرائم الذي تحدث من قبل هذه الحكومة المصطنعة، الحكومة شو تريد تسميها ليست لها ولاء إلى الشعب العراقي، ولائها وتنفذ ما تؤتمر به من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه هي حالة العراق في الوقت الحاضر. الحالة هي ليست حالة أنه تقرير من الأمم المتحدة أو تقرير منظمة حقوقية. التقارير المنظمات الحقوقية في كل العالم تدين بما يجري من العراق من الانتهاكات لحقوق الإنسان يوميا في العراق، من الاغتصاب، الاعتقالات العشوائية اللي قاعد تحدث، الخطف، يعني هذه العمليات التي تحدث في العراق واحنا نعلم جيدا بما يحدث بالعراق. يقتلون رجل عمره 80 سنة جزار لبيع بيته أو أي شيء آخر. هذه العمليات تحدث في العراق. المسؤول الأول والأخير عن أمن العراق هي الدولة. في أي دولة بالعالم هي مسؤولة عن حماية مواطنيها. هذه الدولة لا عندها الاستعداد ولا الإمكانية أن تحمي مواطنيها. الذي يسيطر على هذه الدولة هي الميليشيات من جميع أطرافها. هذه الميليشيات والحشد الشعبي يتصرفون بالعراق بما يشاءون وبما يأتمرون، إذا كان الأمر من إيران أو من الكيان الصهيوني أو من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه كلها ترويض للشعب العراقي. اليوم راح تضرب إيران وبكرة راح يعمل، هاي كلها ترويض وليست حقيقة بالأمر. الحقيقة الأمر أنه اتفاق كل القوى الشر الموجودة في العالم بتدمير هذا الشعب. أكو حقد على هذا الشعب حقيقة، اللي صارت المأساة مالته أكثر من 35 سنة من بداية الحصار ولحد هذه اللحظة. إحنا قاعد نعيش في مأساة. نعم. في الوقت الحاضر في العراق، والأمم المتحدة هي صنيعة الولايات المتحدة. سأعود إليكم مرة أخرى. هي التي عملتها.
ابقى معي لو سمحت استاذ ضياء الشمري. دكتور جاسم الشمري، يعني رغم التقارير الصحفية التي كشفت عن وجود الكثير من المعتقلات السرية تحت الأرض في ناحية جرف الصخر تحديدا كمثال، إلا أن الكثير من المنظمات الدولية صمتت عن ما جرى، جمعية حقوق الإنسان صمتت عن الدفاع عن المعتقلين. لماذا دائما هناك تجميل لصورة من طرف ومن طرف آخر هناك غض البصر عن الكثير من الجرائم التي والانتهاكات التي تحصل في العراق؟ يعني هو ما الفرق بين من يملك السلطة ومن لا يملك السلطة؟ يعني ممثل الأمم المتحدة في العراق هل يملك سلطة أم لا؟ لا شك أنه يملك سلطة، يعني سلطة كبيرة. الحكومة بغض النظر عن شرعيتها والموقف منها تملك سلطة أم لا؟ تملك سلطة. الكلام هنا يعني هنالك فرق بين صحفي مثلي يعني يوصف الحالة، الكلام الآن أراجع تقرير أو كلمة ممثل الأمم المتحدة في العراق، يعني تقول كلام يقوله أي صحفي في العالم، هنالك يعني فساد، هنالك الفساد متفشي على جميع المستويات في العراق، الشعب العراقي هو من يتحمل في النهاية عبء الجمود السياسي وسنعود إليها، تشكيل حكومة لم يكتمل، ما الذي جاءت به يعني ما الجديد الذي جاءت به في الكلام؟ كل صحفي الآن بسيط يمكن أن يكتب أي تقرير لأي قناة إخبارية أو لأي صحيفة يقول هذه المعلومة. هل دور ممثلة أمم متحدة هو أن تجلس وتقول أن في العراق فساد، وأن في العراق حكومة لم تكتمل، وأن في العراق يعني فساد على كافة مستويات الدولة، ويعني أن الشعب العراقي لم يشارك ب يعني عملية سياسية؟ هل هذا هو دور الأمم المتحدة؟ هنا الإشكالية. الإشكالية هم لا أقول لا يعرفون ما هي مهمتهم، بل أبدا هم يعرفون جيدا أنهم لم يقوموا بالواجب المكلفين به، لأنهم في دول أخرى يعرفون ماذا يفعلون. لكن في العراق هنالك توجيهات أمريكية لدعم حكومة بغداد، هذا الدعم هو الذي يجعل كلمة يعني ممثلة أمم متحدة في العراق بهذا الشكل. يعني لو نذكر على سبيل المثال كلمة الأمير زيد بن رعد في الأمم المتحدة، وهو لم يكن ممثلا للأمين العام، كانت كلمة وضعت النقاط على حروف في المشهد العراقي، ولكن على الرغم من ذلك أهملت هذه الكلمة ولم يسلط عليها الضوء الكافي. إذن هنالك السطوة الأمريكية كما هي موجودة على العالم عسكريا موجودة سياسيا على الأمم المتحدة. هذا هو الخلاف أو الفرق بين من يملك السلطة ومن لا يملك ومن لا يملك. إذن القضية قضية عدم وجود قوة سياسية حقيقية داخل منظومة الأمم المتحدة قادرة على تغيير وضع السياسي في العراق. أما بقاء الحال فأعتقد أننا بعد عام سنرى تمديدا آخر لقرار الأمم المتحدة على ليونامي وتقريرا مشابها لهذا التقرير ولا يتغير أي شيء. إذن الخلل الكبير بدأ من أمريكا، هي التي تريد أن يسلط الضوء الإشعاعات والبهرجة على حكومة بغداد ولا تقبل أن يسلط الضوء الكاشف الفاضح عليها. القضية قضية سياسية ويبقى الشعب العراقي هو الذي يدفع ضريبة هذا الاستخفاف الأمريكي والأممي بحقوق الإنسان وبالإنسان العراقي. دكتور فاروق الفتيان، يعني من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الدكتور جاسم الشمري في نقطة يعني أن الأمم المتحدة في دورها في العراق يختلف عن دورها في باقي الدول كسوريا واليمن، وذلك لأنها بحسب وصفه ربما تقريبا مسيسة أمريكيا، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ ما أتفق كثير مما جاء في ضيفك الكريم الأستاذ جاسم الشمري وحليم، ولكن إذا نظرنا إلى دور مندوب الأمم المتحدة في سوريا وفي اليمن من الأول إلى الأخير هو لا يختلف عن دورهم في بغداد. دعموا النظام السوري، غطوا على جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، غطوا على الكثير من الجرائم اللي ارتكبت في حمص وحما
والزبداني ومضايا والمعظمية ودارية وكثير من المدن، وبالآخر منطقة ريف إدلب وحلب وما جرى في هذه المناطق. نفس الشيء بالنسبة إلى اليمن، نجد أن الممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يحاول جاهدا عندما تتأزم الأمور بالنسبة للحوثيين، يحاول دائما إما اللجوء إلى وقف إطلاق النار أو إلى مباحثات ويشدد على المباحثات. أنا ربما بهذا الجانب أختلف، أنه لم تحقق الأمم المتحدة أي دور إيجابي لا في اليمن ولا في سوريا ولا في ليبيا، بل على العكس هي ساهمت في تأزيم الأوضاع وساهمت في تدمير البنى التحتية للبلد من خلال سكوتها على استمرار الجريمة من قبل النظام السوري ومن قبل الحوثيين ومن قبل النظام الحاكم في بغداد. أستاذ ضياء شمري، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، ماذا عن نقطة مهمة تحدث عنها الدكتور جاسم الشمري أيضا، هي عدم وجود قوة سياسية حقيقية داخل الأمم المتحدة فاعلة وتستطيع التغيير، يعني تغيير المشهد في العراق. يعني نريد أن نعرف يعني ما المطلوب من الأمم المتحدة تجاه العراق تحديدا؟ بالحقيقة الأمم المتحدة هي مؤسسة دولية، وهو الواجب مالتها أنه تنقل التقارير وتبعث هذه التقارير إلى الأمم المتحدة، والذي يقرر في الأمم المتحدة هو مجلس الأمن الذي يأخذ القرار النهائي. إذن الحقيقة ما حدث بالعراق ويكتبون عن العراق والتجاوزات هذه موجودة، تقارير يعني موجودة سابقة، موجودة أنه انتهاكات لحقوق الإنسان بالعراق وعمليات سرقة أموال عامة موجودة أيضا. إذن هذه التقارير الدول المعنية الموجودة في الأمم المتحدة لا تنظر إلى هذه القضية كقضية أساسية مهمة لإنقاذ الشعب العراقي أو ما يحدث في سوريا أو ما يحدث في ليبيا أو اليمن. هذه بالنسبة لها موضوع ثاني حقيقة مما يحدث في الوقت الحاضر، أنه ماذا تريد الدول العظمى. الدول العظمى سعت عن الأحداث الذي تدور في هذه البلدان. الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة سيطرة تامة عما يحدث بالعالم، احنا لا ننسى هذا الشيء. يعني اكو خلافات بينها وبين روسيا، خلافات بسيطة، خلافات من ناحية التجارة والمنطق، ليست خلافات عقائدية مبدئية ابدا، ولا لها علاقة بما يحدث في الوطن العربي. احنا بما يحدث بالوقت الحاضر هي الأمم المتحدة، احنا نعلق على كل الأمور على الأمم المتحدة، أنه ناشد الأمم المتحدة ونطالب من الأمم المتحدة. والله لو نبقى نطالب منها 20 سنة ما راح تحقق لنا أي شيء، لا الأمم المتحدة ولا أي مؤسسة دولية أخرى. الذي يحقق الانتصارات والحقوق الشعب العراقي هو الشعب العراقي نفسهم أو الشعب السوري نفسهم. إذن ما يحدث بالوقت الحاضر بالعراق هي الحكومة بالوقت الحاضر، يجب إجلاء هذه الحكومة، ولا يمكن البقاء هذه الحكومة على هذه الوضعية بتدمير الشعب العراقي، والشعب العراقي مكتوف الأيدي وينتظر من الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة أن تساعده. لا توجد هذه القوة بالمساعدة له. نعم أستاذ هشام، إذا سمحت لي ابقى معي لو سمحت دكتور جاسم. يعني من ضمن ما تحدثت به جانين هينس بلاشارت أن الشعب العراقي هو من يتحمل عبث الجمود السياسي، لماذا تلقى بالمسؤولية على الشعب العراقي في حين أن كل ما جرى للعراق هو من نتاج احتلال أمريكي منذ عام 2003 وربما صمت أو توافق دولي؟ يعني هو لا يمكن أن يعني نتهم الشعب العراقي، لأن في أمور أكبر من الشعب. يعني هنالك قوة تملك السلاح ترهب الناس، يمكن يعني أن نعطي العذر للناس في أن تكون مواقفهم يعني غير واضحة 100%. يعني يمكن أن يرفضوا المشهد بشكل ضمن إطار القانون وعدم الأذى، وبدليل أن الكثير منا الآن نتحدث ونحن خارج البلد.
لا يمكن أنا أتحدث بهذا الخطاب وأنا في داخل العراق، فكيف يمكن أن أطلب من عراقي موجود في الداخل أن يتحدث وأن يتصرف بهذا الخطاب وأنا في الخارج؟ أنا في الدولة الفلانية والأخ في الدولة الفلانية، خطابنا يختلف عن خطاب الذين في الداخل. وبالتالي إن تذكر سبق وأن تكلمنا هنا أن كلمة لا في للحكومة العراقية من داخل العراق تعدل ألف لا من خارج العراق، لأن على الرغم من الضغوطات على الرغم من الترهيب وجدنا والآن والحمد لله هنالك من يقول لا للحكومة، لا لباطل، لا لفساد، لا لميليشيات، وهم في داخل العراق، وهناك من دفع ثمن هذا لا بحياته واعتقاله. إذن يعني كلام يعني مثل الأمم المتحدة في العراق يعني حقيقة كلام فيه يعني دفاع للحكومة، هي تشير إلى الانتخابات الأخيرة التي لم يشارك فيها نسبة كبيرة من العراقيين. هناك من يقول أن النسبة العامة في العراق هي 14% وبعض المحافظات هي 5%، هي تشير إلى أن العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة. لماذا لم تقل لماذا لم يشاركوا؟ يعني أنا يعني مستمر في التشكيك بكلام وفي خطاب ممثلة الأمم المتحدة، ذلك لأنها لم تذهب إلى العلل الحقيقية لما يجري في العراق. قضية العراق هنا فقط نقطة مهمة واحدة يمكن أن نشير لها بما يتعلق بالشعب العراقي. نلاحظ هذه يعني بالذات خلال السنوات الأخيرة هنالك هجرة من العراق، يعني هجرة يعني الناس بدأت لا تطيق العراق، وبالذات الذين يرتبون أوضاعهم المالية نجدهم يضطرون أو يرتبون أوضاعهم لخروج خارج البلد. نحن أنا يعني أنا أتحدث عن نفسي على سبيل المثال، أنا اعتقلت وعلي مذكرة اعتقال ولهذا أنا خارج العراق. أقسم بالله لو كنت أقدر على العودة إلى العراق غدا والله لعدت إلى العراق غدا. عليه أنا أقول يعني كلمة الهروب من العراق هذه كلمة خطيرة، ينبغي على العراقيين أن يتحملوا وأنا منهم أن يتحملوا الوضع القائم في العراق، لأن التغيير لا يمكن أن يأتي من ألمانيا ولا من أستراليا ولا من أي دولة إلا من داخل العراق. علينا أن ندفع الثمن، أنا من موقعي، أنت من موقعك، فلان من موقعه، وبالتالي نتكاتف في الداخل والخارج من أجل إيصال الصورة الحقيقية للعالم. أما الهروب من العراق الذي يجري الآن يعني تجد ناس مجرد أن يريد أن يخرج خارج العراق، هذه معناها هنالك نوع من يعني الكراهية للعراق، ربما هي مؤامرة استطاعوا من خلالها أن يجعلوا المواطن العراقي لا يشعر بالانتماء لوطن، وهذه مؤامرة كبيرة ربما نجحت. علينا أن نفشل هذه المؤامرة وأن نظهر تمسكنا بالعراق عبر البقاء في العراق وتحمل كل الأذى من أجل أن يعني أن نبني مستقبل أولادنا، وإلا فإن الأمور ستبقى في العراق كما هي عليه، ولا نأمل خيرا من مثل هذه الحكومات القائمة في البلاد. نعم، إذن لم تذهب إلا إلى العلل الحقيقية لما يجري في العراق جانين هينس بلاشارت، وإنما ألقت باللائمة على الشعب حينما تقول إنه يتحمل عبث الجمود السياسي، وأن الصراع السياسي الداخلي في العراق مر عليه سنة كاملة على الانتخابات ورغم ذلك لم تكتمل الحكومة. نأخذ فاصل قصير ثم نكمل الحوار مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي نسلط فيها على هذا الإقرار الأممي بوجود الفساد في الحكومات المتعاقبة وفشلها في العراق، مع إعطاء أيضا صورة منمقة على الحكومة الحالية، حكومة عبد المهدي. إذن مشاهدينا الكرام، معنا دكتور فاروق الفتيان، السفير العراقي الأسبق في اليونان. دكتور فاروق، مرحبا بك مرة أخرى. يعني بالمتابعة لعمل الأمم المتحدة في العراق منذ عام 2003، يعني كيف تقيم هذا الدور بعد 16 سنة على الاحتلال؟ الحقيقة أنا تجربتي مع الأمم المتحدة ربما تكون مريرة من خلال متابعتي لما واجهتها القضية الفلسطينية من عام 1947 ولحد الآن. لا أعرف هل تسمعني؟ نعم أسمعك دكتور فاروق، تفضل. نعم، الأمم المتحدة للأسف مثل ما ذكر الأستاذ جاسم والأستاذ ضياء أنه هذه الأمم المتحدة مسيطر عليها من خلال كهيئة أمم متحدة الذي يقرر فيها الشأن هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن منذ عام 1990 منذ انفكاك التفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت أمريكا هي المهيمنة رقم واحد في داخل مجلس الأمن. للأسف الأمم المتحدة لم تحقق أي شيء إيجابي ولم تقدم أي شيء إيجابي لا للعراق ولا لأي دولة من الدول التي تعاني من الهيمنة سواء كانت الأمريكية أو غير الأمريكية. هذا ينطبق على حتى شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب أفريقيا وشعوب جنوب شرق آسيا ومنطقتنا العربية. فإذا الأمم المتحدة تجربتها غير جيدة، وللأسف لو راجعنا تصريح أي مسؤول عراقي وأقر تصريح قبل ثلاثة أيام لحيدر العبادي الذي وثق بالصورة والصوت أن قادة الميليشيات اللي كانوا ما يملكون أحدهم لا يملك نعال لاستيك أصبح الآن يملك عقارات ويملك مزارع ويملك فنادق في بغداد من خلال الفساد ومن خلال الاستحواذ على أموال العام المال العام. فإذا كانت ممثلة الأمم المتحدة باعتقادي كانت يعني حاولت أن تنطي إطار بصورة لطت بعض القضايا الفساد وقضايا، ولكن قدمت مدح لوزارة الدفاع. هي أشارت إلى أنه كردستان لم تحقق الحكومة رغم مرور 278 يوم، ولكن بنفس الوقت ما قدمت أي نقد إلى ما يحصل في في هذا الإقليم. وكذلك نفس الشيء في بالنسبة إلى الحكومة العراقية، عندما تقدم مديح إلى وزارة الدفاع والجهود اللي تبذلها للحفاظ على الأمن العام وتقدم المديح إلى عادل عبد المهدي لأنه أزال بعض الجدران الإسمنتية في بعض أحياء بغداد، لم تشر إلى أنه الميليشيات اللي تمارس إلى السيطرات الموجودة إلى الفساد في الموانئ العراقية في المناب الحدودية إلى تفشي البقالة إلى تفشي الأمية إلى ما يجري في المستشفيات. هذه كلها ما سلطت عليها الأضواء، ولكن لذلك أنا أعتبر هذا التقرير هو مكافأة إلى الحكومة العراقية وليس نقد إلى الحكومة العراقية. نعم أستاذ ضياء شمري، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التقرير جاء لمكافأة ربما الحكومة العراقية مثل ما وصف الدكتور فاروق؟ هي مكافأة للشعب العراقي، نعم هي مكافأة للحكومة العراقية، نعم هي ذكرت بعض النقاط وانتقدت بعض النقاط الحالة الأمنية. هل تقصد مكافأة للحكومة أم للشعب العراقي؟ لا لا لا، هاي مكافأة للحكومة العراقية، للحكومة العراقية، لحكومة عادل عبد المهدي، يعني لهذه الحكومة أنه فقط يريد يحسن الصورة مالته، يحسن صورته أنه هذا الرجل عمل، ووزارة الدفاع عملت بالحقيقة هي أمور، وذكرت أمور سيئة إنه الفساد الموجود، الفساد الإداري والأمني، ذكرت هذه الفقرات بفقرات عابرة، بس لم تتطرق إلى من هو المسؤول عن هذه الأحداث، إلى من هو الذي يمكن
أنه يبدل هذه الأمر. هل هي الحكومة العراقية؟ إذا الحكومة العراقية عاجزة عن القضاء على الفساد الإداري الموجود وهم كلهم فاسدين من عادل عبد المهدي وإلى أصغر موظف بالدولة، يعني دول الفاسدين الموجودين في الحكومة العراقية هم موجودين، هي من تذكر الفساد ولا تذكر من هو المسبب للفساد، يعني هاي مكافأة لهم. وبعدين الفقرات اللي الأخ الأستاذ جاسم أو الدكتور جاسم اللي ذكرها قال قاعد كافح، يعني أي كفاح هي الحكومة العراقية؟ أي كفاح خاضتها من أجل القضاء على جزء معين من مأساة أو من القضايا الذي يعني مأساة الشعب العراقي، انتهاكات لحقوق الإنسان؟ متى هي بدأت الحكومة العراقية بالقضاء على كثير من الأمور الموجودة وهي جزء من عدها لابر الحكومة العراقية؟ أنا رأيي الحكومة العراقية هي لها الضلع الأكبر بالجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع من 2003 ولحد هذه اللحظة. التعيينات اللي بدأت بالحكومة العراقية واللي نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية ولحد الآن الموجودين هم موجودين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية. هذول اللي جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية ومحمين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، وهذه اتفاقات بين إيران والولايات المتحدة والضحية هو الشعب العراقي بالوقت الحاضر. شكرا لك أستاذ ضياء. دكتور فاروق، يعني كثير من التقارير الصحفية كشفت عن وجود عشرات المعتقلات السرية تحت الأرض في جرف الصخر، إلى أن المنظمات الدولية الأمم المتحدة جمعية حقوق الإنسان صمتت عن هذه الانتهاكات وهذه الجرائم. يعني لماذا تكيل بالمديح لحكومة عبد المهدي ولا تذكر مثلا هذه المعتقلات الموجودة بالعشرات والسرية، والكثير من المراقبين من يرى أن هذه المعتقلات هي بإدارة إيرانية؟ نعم، كما أشرنا سابقا هو تواطؤ من قبل ممثل الأمم المتحدة، من قبل سفارات الدول الكبرى الموجودة وبالذات بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي تعرف ما يجري على أرض الواقع، وسربت الكثير من الصور من سجن الناصرية ومن سجن التاجي ومن سجن بلد ومن سجون جرف الصخر. وجرف الصخر بالمناسبة لا تستطيع وزارة الداخلية، وذكر أحد النواب قبل 3 أيام بالصورة والصوت أن وزير الداخلية الغبان السابق أراد أن يزور هذه السجون للاطلاع، لأنه وردت شكاوي كثيرة حول هذه السجون، وراد يذهب ويطلع على الحقيقة. تم اعتقال الحماية مالته وجرج هو من حمايته، وهدد إذا لم ترجع ستعتقل، وهذا على شاشات التلفزيون. ونائب ما يسمى بالمجلس النواب العراقي. إذا هذه الميليشيات تمارس سيطرة فوق الدولة، وهذه السجون لا تخضع بالمناسبة، سجون اللي موجودة في جرف الصخر تخضع لهادي العامري ولمهدي أبو مهدي المهندس ولإشراف عام من قاسم سليماني والميليشيات المتواجدة في العراق. دكتور جاسم، أخيرا كيف تنظر إلى المشهد العراقي في على المدى المنظور في ضوء هذه التقارير؟ طبعا يعني لا يجب أن نذكر أن القرار الأخير، قرار 2470، لا يختلف عن القرار السابق 2421. وأنا أذكر هنا يعني أنه بعض التسريبات يعني على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أن هذا القرار يخول يعني الدول الأعضاء في مجلس الأمن يعني إمكانية التغيير السياسي في العراق، وهذا الكلام غير صحيح. أنا أنقل هنا كلام لأحد الأصدقاء العاملين في أحد منظمات حقوق الإنسان الدولية، ذكر أن هذا القرار والقرارات السابقة لا تقدم المعالجات الجذرية والشاملة للوضع في العراق الناجم عن تداعيات الغزو الأمريكي، ومع ذلك سيكون مفيدا بعض الشيء لو طبقت كل فقراته دون انتقائي، كونه يتضمن التزامات واضحة على الأمم المتحدة تجاه الشعب العراقي.
وعليها وعلى السلطات العراقية من ناحية المحاسبة عن كل انتهاكات حقوق الإنسان. للأسف الحكومة وأعوانها وتسايرها أجهزة الأمم المتحدة في ذلك يركزون فقط على انتهاكات داعش، في حين أن نصوص القرار والتقارير الدولية تتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان. يعني هي تتكلم عن انتهاكات داعش وتغض الطرف عن انتهاكات الميليشيات الموجودة في العراق. هذا الانتقائية الإزدواجية من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الحكومة هي التي أدت إلى استمرار هذه الكارثة الموجودة في العراق. وعليه من يريد أن يبني الدولة العراقية عليه أن يطبق القانون. اليوم النائب أحمد المساري الذي أشار له ضيف الكريم هو الذي قال أن ميليشيا حزب الله تمتلك معتقلات في جرف الصخر، وأكثر من نائب صرحوا أن الميليشيا حزب الله هي التي اعتقلت 1000 شخص من الرزازة من وغيرهم. وقبل عدة أشهر خرج أحد هؤلاء المعتقلين من أهالي الفلوجة. إذن هنالك أدلة ملموسة، هنالك شهود عيان على وجود معتقلات وهنالك اعترافات. لماذا لا تعمل الأمم المتحدة على توثيق هذا الأمر إن كانت جادة فعلا في تقديم العون للعراقيين؟ هذه الحقائق أو هذا الأداء السيء هو الذي يدفعنا للتشكيك بمهمة أو رسالة الأمم المتحدة في العراق. لو رأينا نحن كعراقيين دورا إيجابيا فاعلا للأمم المتحدة في العراق لصفقنا لها جميعا ولا رفعنا لها القبعة، لكن نحن لا نرى تقدما، وإنما كل ما نراه هو نوع من العلاقات العراقية. وأنا سبق أن جمعتني جلسة مع الممثل السابق للأمم المتحدة في العراق في الأردن، ووجدته يتحدث عن أنواع الطعام العراقي، وكان يعني يفتخر بأن هذا الطعام لذيذ وهذا الطعام مميز. يعني كأن مهمة الممثل الأمم المتحدة في العراق هو التعارف والذهاب إلى المضايف هنا وهناك. إذن هنالك خلل في أس المهمة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وعليه يفترض على الأمين العام أن يعيد النظر في الآليات القائمة اليوم في التعاطي مع المشهد العراقي، لأن العراقيين اليوم في وضع لا يحسدون عليه، وبالتالي من المعيب والمخجل على هذه المنظمة الدولية التي قامت من أجل إحقاق الحق ومن أجل نصرة المظلوم ومن أجل الوقوف مع الدول الضعيفة. عليها أن تكون كلمتها أوضح فيما يتعلق مع العراقيين وكذلك مع السوريين وغيرهم من البلدان المضطهدة. إذن القضية قضية بحاجة إلى موقف جريء من الأمين العام للأمم المتحدة، وأن لا يعد نفسه موظفا لدى الدول الكبرى. شكرا لك دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي العراقي في ختام هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لك دكتور فاروق الفتيان السفير العراقي الأسبق في اليونان. نشكركم شكرا جزيلا، وشكر موصول أيضا للأستاذ ضياء الشمري أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.